أهلا بكم مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العاشرة. ما هي القصة الكاملة لتهديد الولايات المتحدة بسحب سفارتها من العاصمة بغداد؟ ولماذا يتخوف صانع القرار العراقي من هكذا خطوة بالتحديد؟ وهل زيارة وزير الخارجية لطهران كانت بهذا الصدد أم أن هنالك ملفات أخرى؟ وما حقيقة التفاوض المفتوح مع الفصائل المسلحة الذي أعلن عنه وزير الخارجية قبل أيام؟ وهل انتهت الأزمة المتعلقة باستهداف البعثات الدبلوماسية أم ما زال الموقف حرجا دبلوماسيا؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للحوار مع وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين. ليس لدى وزير الخارجية من يفاوضه، عنوان يذكرنا برواية ماركيز الشهيرة ليس لدى الكولونيل من يكاتبه. لكن الكولونيل الكولومبي يختلف في أنه لم يكن يدور في نطاق غرائبية ملفات مثل الملفات التي امتحن بها السيد فؤاد حسين. فالسفارة الأمريكية توشك أن تطير إلى مسقط رأس فؤاد حسين لتضع العراق في قلب أزمة جديدة. نعم، ففي مساء الجمعة الماضية بحث فؤاد حسين مع مايك بومبيو القرار المبدئي بإغلاق السفارة في بغداد، وخلال اتصال هاتفي عبر فؤاد حسين عن القلق تجاه القرار رغم كونه قراراً سيادياً يخص الجانب الأمريكي، لكنه قد يؤدي إلى نتائج لا تصب بمصلحة الشعب العراقي. اعتراف جديد يؤكد أن النية الأمريكية معقودة لتنفيذ القرار، رغم تأكيد وزير الخارجية لبومبيو عزم الحكومة العراقية اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والتنظيمية والسياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار. هذا واحد من الملفات المؤرقة، فإغلاق السفارة الأمريكية قد يتبعه إغلاق أخرى، وقرينة ذلك طلب سفارات 25 بلداً لقاء السيد رئيس الوزراء وإصدارهم بياناً مشتركاً بعد اللقاء عبروا فيه عن قلقهم من تزايد الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية بالصواريخ والعبوات ضد المواكب، وما تحمله تلك الهجمات من مخاطر على حياة الدبلوماسيين والمدنيين العراقيين. ليس هذا كل شيء، فهناك الحوار مع الجار الإيراني الذي تكفل به فؤاد حسين قبل أيام، وقيل انتهى بإيصال رسائل مهمة للجار الشرقي، ناهيك عن حوار تسربت أخباره بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة. السؤال هنا، من حاورهم؟ وماذا قيل في الكواليس؟ لماذا تشح المعلومات دائماً في ملفات مؤرقة كهذه؟ أهو جزء من الطبيعة المتحفظة التي عرف بها فؤاد حسين دائما؟ ربما نقول ونسأل، أحقا ليس لدى وزير الخارجية من يفاوضه؟ كلا، لكن التفاوض قد يكون صعبا الآن. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين، مرحبا بك مع الوزير. مرحبتين، أهلا وسهلا، يا أهلا بكم. بالأمس السيد رئيس الوزراء قال أن الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة، وإنما بعثوا برسالة انزعاج من استهداف سفارتهم. الحقيقة كل الناس تريد تفهم شنو القصة، شنو اللي دا يصير، شنو اللي رادوا الأمريكان، وأنت تواصلت مع الجميع. خلينا نبدأ بالموقف العام، شنو هو هسه حاليا وضع السفارة، موجودة، مسافرين فعلا يريدون يغلقوها؟ اولا مساله نرحب بك واهلا وسهلا. مساله تهديد هذا صحيح، يعني الولايات المتحده لم تهددنا، لكن نتيجه الاوضاع وحسب تفسيرهم وحسب شرحهم انه هم بصدد اتخاذ مجموعه من الاجراءات المتعلقه بالسفاره الامريكيه في بغداد. خلفية المسألة إلى علاقة بالهجمات اللي ازدادت في الواقع في الآونة الأخيرة، في خاصة الأشهر الأخيرة، نعم، على المنطقة الخضراء وعلى المطار، وكانت هناك أيضا عبوة ناسفة في طريق المطار. هذه الهجمات سواء على المطار أو على المنطقة الخضراء أدت بالإدارة الأمريكية إلى التفكير في اتخاذ قرار مبدئي، والقرار متعلق
سحب السفارة الأمريكية من العراق. هذه هي الخلفية إلى علاقة بالوضع الأمني في المنطقة الخضراء والمطار. والسؤال طبعا بالنسبة للمحللين أنه هل مسألة سحب السفارة الأمريكية من العراق إلى أيضا علاقة بالوضع الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا في الوضع الانتخابي حساس، يعني لو حدث لا سامح الله شيء في بغداد قد تؤثر على الرأي العام، قد تؤثر على الوضع الإعلامي وبالنتيجة على الوضع الانتخابي في واشنطن. كل هذه المسائل أدت باتخاذ هذا القرار، ونحن ومنذ إعلامنا بذلك بدأنا بالتحرك في مختلف. كيف علمتم؟ يعني الحديث تم عن انه او الحديث المشاع عن انه هنالك رساله او اتصال من مايك بومبيو الى السيد رئيس الجمهوريه. اطراف سياسيه تقول لم يحصل مثل هذا الاتصال، وانما البعض يقول انها لا، هي رئيس الجمهوريه اراد ان يوسع الامر ويضعه في قائمه المخاطر العاليه. من اين وصلتكم الاتصالات؟ السفير الامريكي كان على اتصال مستمر معي مع حضرتك، في حديث مستمر معنا. يعني كان هناك إشارات واضحة من الطرف الأمريكي وحول قلقهم من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء، هذا واضح. ولكن اتصل أيضا السيد وزير الخارجية الأمريكي بالسيد رئيس الجمهورية وأعلمه بذلك، أعلم عن قلقه. يعني إحنا اتصالات كانت موجودة مع السفير، والسفير كان ينقل لنا قلق الإدارة الأمريكية حول الوضع في سواء في المطار أو في المنطقة الخضراء. لكن اتصال وزير الخارجية وبعد ذلك الاتصال المستمر بين وزير الخارجية والسيد رئيس الوزراء، هل هذه الاتصالات فيها جانب تهديد؟ أكد على هذه النقاط. هل هذا الاتصال كما أشيع أيضا، سواء اتصال وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الجمهورية أو أي اتصالات أخرى بين الجانب الأمريكي والعراقي، فيها يعني جزء تهديدي لقيادات معينة، لأحزاب معينة، لفصائل معينة؟ لا لا لا، الاتصال يعبر عن رأي الإدارة الأمريكية بوضعهم في المنطقة الخضراء وكيفية التعامل مع السفارة. طبعا كان هناك نقاش حول أسباب الانسحاب لماذا، وكان هناك رأي عراقي سواء السيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو في اتصال معي. طيب إذا انسحبت السفارة الأمريكية، هل ستنسحب إلى أربيل أم تغلق ويعود إلى الولايات المتحدة؟ أنا اللي الآليات التي علمتم بها؟ أنا اللي افتهمت من الجانب الأمريكي أنهم ينسحبون إلى خارج العراق. ما علاقة دول الاتحاد الأوروبي أو الدول 25 أو 20 التي التقت بحضرتك ورئيس الوزراء واتصالات متواصلة أيضا عربت عن تخوفها، ما علاقتهم؟ يعني الكثيرين حتى من السياسيين والنواب العراقيين يقولون الاستهداف كان على السفارة الأمريكية، ما سبب التخوف لباقي السفارات؟ لا، أنه أولاً الاستهداف كان على الشعب العراقي، وفي الواقع هذه الهجمات ليس هجمات على السفارات، رغم أن الشعار هو تحت مسألة المقاومة، لكن الاستهداف بالنتيجة استهداف الأراضي العراقية، استهداف الحكومة العراقية، وضحايا ضحايا عراقيين وضحايا معروفة، الأطفال والنساء، وحتى ضحايا في المنطقة الخضراء، جندي عراقي أو شخص عراقي مواطن عراقي. بالنتيجة استهداف الوضع الأمني في العراق، واستهداف الحكومة، واستهداف الشعب العراقي. ولكن حينما يتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بالانسحاب، قراراً أولياً بالانسحاب من الأراضي العراقية،
الصحي. طبعا هذا يؤثر على مجمل الوضع ويؤثر على علاقات الآخرين مع العراق، ولهذا رأينا تقريبا جميع الدول الغربية اجتمعوا، بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية مع الدول الغربية، اجتمعوا لدراسة الوضع أو لفهم الوضع وفهم أبعاد مسألة انسحاب الولايات المتحدة من العراق، فيخص الجميع سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاستراتيجية، بل أيضا الناحية الأمنية، لأن إذا الولايات المتحدة الأمريكية ما تشعر بالأمان فالآخرين أيضا لا يشعرون بالأمان. أعتقد من هذا المنظار بدأت هذا التحرك، وقسم كبير من الدول اللي اجتمعت كان تحركهم باتجاه الآخر أيضا، باتجاه إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الانسحاب وباتجاه أنه خطورة الانسحاب وخطورة هذه الخطوة. إذا اللي اجتمعوا سواء قبل اجتماعهم مع السيد رئيس الوزراء حيث اجتمعوا في السفارة البريطانية، أو في اجتماعهم مع السيد رئيس الوزراء أو فيما بعد، هم كانوا في اتجاه أنه إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أنه عدم الانسحاب ودعم الشعب العراقي، ولكن في نفس الوقت أعربوا عن قلقهم عن هذه الهجمات، لأن هذه الهجمات أيضا تهديد للكل الموجودين في المنطقة الخضراء. البعض يقول وإن انسحبوا فلتنسحب السفارة الأمريكية، هي عبارة عن قاعدة عسكرية فيها أسلحة فوق المعقول، فلتنسحب وتغلق هذه السفارة أبوابها، هي ليست الدولة الوحيدة في العالم، لدينا علاقات مع دول عديدة. أنا لست هذا سمع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إذا تسألني أنه إذا انسحب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق ماذا تعني؟ نعم، تعني كارثة. أولا إذا انسحبت ولم تتخذ أي موقف، فقط الانسحاب سوف يؤثر على الآخرين الدول الغربية. أنا كان في الأسبوع الأخير اتصال مع العديد من وزراء الدول سواء الغربية أو العربية، الجميع في حالة قلق لأن موقع الولايات المتحدة الأمريكية في التحالف الدولي، موقع الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، وموقع الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العراقية مع الإطار الغربي هذا مهم، والانسحاب الأمريكي يعني الكثير ويعني خلق حالة عدم ثقة من دولة عظمى بالوضع العراقي، وحينما تخلق حالة عدم ثقة هذا يعني أن الدول الأخرى أيضا تسير في نفس المسار، وهذا تعني أن الشركات سوف تسير في نفس المسار، وهذا تعني أن المصارف الدولية تسير في نفس المسار. عزلة العراق عن العالم يعني كارثة للعراق، ويجب أن لا ننسى أنه العراق في السابق كان معزول عن العالم. أنا لا أشرح الأسباب، لكن عزلة العراق عن العالم أدى لحد الآن ندفع الثمن. صحيح، أجيال من العراقيين يدفعون الثمن بسبب الحصار وعزلة العراق عن العراق عن العالم، فكيف لا يؤثر؟ لا، هذا تحليل مو صحيح. هل ناقشتم أو عربتم عن انزعاجكم من تواجد أسلحة داخل السفارة؟ مسألة حماية السفارة هذا سؤال. في الواقع الأمريكان منذ البداية، يعني بداية هذه الحكومة وأيضا في حكومة السيد عادل عبد المهدي، لأنني أنا كنت أيضا وزير في تلك الحكومة وكان لدينا تواصل مستمر، كانوا يعبرون عن قلقهم لأن وكانوا يطرحون السؤال، هل الحكومة العراقية
تستطيع حماية السفارة أم لا. وهذا القلق في الواقع ليس قلق أمريكي فقط، كان قلق مجموعة من الدول. وهذا من واجب الحكومة العراقية حماية السفارة. إذا لا تستطيع الحكومة حماية السفارة فهناك خيارين، أو الآخرين يحمون السفارة أو ينسحبوا. وحماية السفارة الأمريكية ليس من الخارج، هم من داخل، يعني في داخل السفارة لديهم هذه الحماية ومنظومة لحماية، منظومة دفاعية لحماية السفارة. ولكن بالنتيجة حماية السفارة مسؤولية الحكومة العراقية، ونحن لازم يعني علينا ومن الواجب أن نثبت أنه أننا نستطيع حماية السفارة العراق، السفارة الأمريكية، ولكن ليس السفارة الأمريكية، المحيط في يعني المنطقة الخضراء جميعا، لأن المنطقة الخضراء الحكومة به، البرلمان به، أعضاء البرلمان أكثرهم يعيشون في المنطقة الخضراء، وآلاف المواطنين في المنطقة. وبرأيك هل الحكومة الآن قادرة على حماية هذه السفارة وسفارات أخرى؟ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، سواء إجراءات تنظيمية أو إجراءات سياسية أو محاولات دبلوماسية. إذا نتحدث عن الإجراءات التنظيمية، الحكومة قامت بالشخص السيد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وآني ومجموعة آخرين بالاتصال بمجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية لشرح الوضع الخطير على البلد. فيجب شرح هذا الموضوع للأحزاب السياسية. فكانت هناك لقاءات مكثفة مع مجموعة كبيرة من القادة السياسيين حول الوضع الحالي. إجراءات أخرى إجراءات أمنية، سواء في المطار تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أو في المنطقة الخضراء تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء أعلن تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص اللي عندهم علاقة بهذه الهجمات. ومحاولات دبلوماسية، ذهبنا إلى طهران وكان لنا لقاء واجتماعات مكثفة مع العديد من المسؤولين في إيران، وشرحنا الوضع في بغداد للمسؤولين الإيرانيين. ومحتمل المواطن يسأل لماذا تذهبون إلى إيران؟ نحن واقعين، تحدثنا أن أنه إيقاف الهجمات هذا لصالح الوضع العراقي، لصالح العلاقة بين الطرفين، لأن خلق حالة فوضى في العراق يؤدي إلى فوضى السلاح. الفوضى السياسية شيء وفوضى السلاح شيء آخر، والمجتمع العراقي مجتمع مسلح، والأحزاب السياسية أكثرها لها أجنحة مسلحة. إذن خلق حالة فوضى السلاح تؤدي إلى الكارثة، إلى وضع خطر ليس فقط على العراق، على المنطقة وعلى دول الجيران. فمن منطلق المصلحة العامة، المصلحة العراقية أولا، لكن بالتفاعل مع المنطقة، أنه يجب إيقاف هذه الهجمات. ماذا كان رد بالمجمل رد الإيرانيين؟ الإيرانيين وعدوا خيرا، وأعتقد راح يعني هم إيجابيين بهذا، فهموا الوضع العراقي ويفهمون الوضع العراقي، ونتوقع خطوات صحيحة من طرفهم. جي، أرجع إلى إجابتك حول حواراتكم مع القوى السياسية. هسه مفهوم الحوار مع الإيرانيين مفهوم، ليش الحوار مع القوى السياسية وقادة القوى السياسية؟ هل لإفهامهم بالوضع العراقي اللي هم جزء من عنده، أم لإبلاغهم أنكم أيضا مسؤولون عن بعض الفصائل التي تقوم بالقصف وأنتم يعني أو تابعة لكم؟ هو الوضع السياسي العراقي طلب على طول من الحكومة ومن المسؤولين في الحكومة أن يكون أي مسؤول في الحكومة على تواصل مستمر مع القيادات السياسية العراقية.
هذا الوضع السياسي العراقي هيك يعني تواصل وتفاعل شيء مهم، ومن واجب الحكومة أنه يشرح الوضع من وجهة نظر الحكومة للقادة السياسيين، فهذا واجب. الجانب الثاني أيضا أنه أن يأخذ رأي هذه الأحزاب من هذه الأجابات، يعني الأحزاب تلعب دور مهم سواء في المجتمع أو في البرلمان، أو طبعا الحكومة مساندة، السند الأساسي للحكومة هي من الأحزاب، وشرح المخاطر اللي يتعرض إلى الوضع العراقي للأحزاب واجب من واجبات الحكومة. ليش ما يعرفون مثلا المخاطر لما يعني واحد أي مواطن عراقي الآن بالشارع يفهم المخاطر المحيطة به؟ هناك معقولة قادة أحزاب ما يفهمون؟ هناك لكل حالة تفسير. زين. والمخاطر اللي جنابك تفهمها محتمل شخص آخر يفهمها بشكل آخر. طيب. إذن من وجهة نظر الحكومة لازم نشرح المخاطر. يعني محتمل بعض الناس يفهمون أنه مثل ما جنابك ذكرت أنه إذا السفارة الأمريكية تروح خليه تروح. صحيح. إذن هذا فهم سياسي. بعض الناس يفكرون أنه من نهاجم المنطقة الخضراء نهاجم السفارة الأمريكية، هذا فهم سياسي. بعض الناس يفسرون أنه الهجوم جزء من المقاومة، هذا فهم سياسي. إذن هذه الأفهام مفاهيم الخاطئة موجودة. تمام. من واجب الحكومة الدفاع عن مصلحة البلد وشرح مصلحة البلد من وجهة نظر الحكومة، فلهذا التواصل مع قادة الأحزاب السياسية في البلد وشرح الموضوع. طبعا كثير من الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب السياسية هم في نفس الاتجاه، يعني اتجاه الحكومة، يفهمون الوضع. واضح. هذا صحيح، ولكن أيضا لإيصال الرسائل إلى الآخرين. طيب، على ذكر زيارتكم الإيرانية حتى نتجاوز هذا الملف، هل طلبوا حوارا استراتيجيا مع العراق؟ هو الحوار ويا الإيرانيين مستمر، لكن أنا أشوف يجب أن ننقل الحوار من حوار تحت الطاولة إلى حوار فوق الطاولة مع الإيرانيين. أي ننقل الحوار بين بعض الفئات السياسية والفصائل وإيران إلى حوار دولة مع دولة. نحتاج إلى حوار واضح بين دولة ودولة، ونحن نسير بالمسار بهذا الاتجاه. وتحدثنا مع الأخوة في إيران أن التعامل يجب أن يكون مع الدولة، وحوار الدولة مع الدولة راح تؤدي إلى نتائج إيجابية بين الطرفين. فإذا نحتاج إلى حوار أكثر شفافية وأكثر وضوحا وعلى أسس معلومة، وهي أنه المصالح المشتركة بين الطرفين، عدم التداخل من أي طرف كان، وتعميق العلاقات. فهذا الحوار نحتاج إلى حوار مكشوف، إلى حوار شفاف. بس ماكو حوار فوق الطاولة. فوق الطاولة. بس ماكو حوار مشابه للحوار الاستراتيجي الآن الدائر بين العراق والولايات المتحدة. هو النموذج، هذا النموذج يمكن تطبيقه مع كثير، لأن إحنا الحوار ما تنطلق لأن مشاكل موجودة، أو تنطلق من أسس أنه نوسع العلاقات. صحيح. فممكن أنه تنطلق مع تركيا، مع إيران، حوار مع دول الجوار الأخرى، حوار مستمر حول المشاكل اللي عندنا، لكن أيضا في سبيل توسيع العلاقات. طيب، متى سينطلق الحوار، يعني الجولة المقبلة مع الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة؟ هل هناك وقت محدد له؟ نحن في الحوار الأخير واللي وصلنا إلى مجموعة من الاتفاقات في واشنطن، وصلنا إلى نتائج جيدة. أعتقد أن يجب أن ننتظر، يعني لازم نكون عمليين. الآن في الولايات المتحدة هناك حملة انتخابية وانتخابات، والشارع داعش، الوضع يختلف في الولايات المتحدة. يجب أن ننتظر، وبعد الانتخابات سنستمر. ولكن هذا لا يعني عدم تطبيق بعض المسائل اللي اتفقنا حولها،
خاصة اللي على علاقة بمسألة إعادة انتشار القوات الأمريكية واللي تم الإشارة إليها خارج العراق من العراق واللي تم الإشارة إليها في البيان المشترك. فالأمريكيين شفنا أنه قرروا سحب 1500 عنصر عسكري من العراق. الآن يذهبون أكثر من هذا، يعني هم يفكرون بانسحاب السفارة. فانسحاب السفارة ليس ضمن الحوار، بل بالعكس احنا نريد ونؤكد أنه علاقتنا ويا الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن يجب أن تكون علاقات متينة وأساسية، لأن المصلحة العراقية تتطلب. بعض الفصائل والجهات السياسية غير مقتنعة بفترة 3 سنوات، بعضهم يقول أنها طويلة والبعض يقول أنها غير محددة بأيام واضحة. هو فترة 3 سنوات ما كان ضمن الحوار. في الواقع فترة 3 سنوات الرئيس ترامب طرحها قبل الاجتماع بالوفد العراقي بيوم، وبعد وأثناء الاجتماع في هذه المسألة. يعني فترة 3 سنوات كان طرح من قبل الرئيس ترامب، ولكن الأساس كان أنه يتم الاتفاق، وتم الاتفاق على إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق ووضع جدولة لهذا الانسحاب، والجدولة تخليها لجنة مشتركة فنية، يعني فنية قصدنا عسكرية أمنية. صحيح. فبهذا الاتجاه نعمل. واللجنة المشتركة راح تحدد كيفية إعادة الانتشار ومتى. جدولة إعادة الانتشار سوف تكون بيد اللجنة. متى ستبدأ هذه اللجنة عملها؟ هذه اللجنة في الواقع احنا عندنا اللجنة العسكرية، هم على طول في لقاءات مع الجانب الأمريكي، لكن مسألة الانتخابات الأمريكية تؤجل هذه المسائل. يعني احنا لازم نكون واقعين، هناك انتخابات أمريكية والانتخابات الأمريكية راح تنتهي في الشهر 11. صحيح. كان لديك تصريح عن حوار مع الفصائل، أي فصائل تقصده؟ التصريح السؤال كان يعني إحنا الحكومة ما تؤمن بالعنف ولا ما تؤمن أنه عن طريق العنف سيكون هناك الحل. إذا ما نؤمن بالعنف شنو البديل؟ البديل هو الحوار. يعني إحنا نأكد على طول أنه ليس لدينا في لحل المشاكل سواء المشاكل الداخلية أو الخارجية إلا الحوار، ما عندنا غير. وهناك واضح هناك هجمات على المنطقة الخضراء وهناك فصائل تعلن هذه. إذن يجب فتح قنوات للوصول إلى فهم هذه الخلفيات. فالقنوات مفتوحة لكن مو بصورة مباشرة، مو الحكومة تقوم بهذه القنوات، الأحزاب السياسية أكو، عناصر أكو لهم علاقات مع هذه الفصائل أو نقاش مع هذه الفصائل وبدأت النقاش. أنت فكرتك أنها تستمر أم الحكومة تقوم بالحوار مع الفصائل؟ لا، قلت هناك قنوات. فتح القنوات، هناك قنوات فتحت. طيب خلينا نذهب إلى فاصل وشوي نتوسع بهذا الموضوع إذا سمحت لنا. مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم. نستمع إلى همومكم، نسلط الضوء على معاناتكم، نساعدكم في حل. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى ونكمل الحوار مع الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية. يعني كنا يعني في نهاية الجزء الأول نتحدث عن الحوار مع الفصائل، وجنابك قلت هنالك قنوات فتحت مع هذه الفصائل. طبعا يعني بالنتيجة إذا أردت أن تقنع بعض هذه الفصائل هنالك ثمن،
حتى تقتنع وتتجاوب معك في هذا الحوار. ما هي طبيعة الأثمان التي ممكن أن تقدمها الحكومة العراقية؟ مناصب، أموال، شيء آخر؟ ثمن خلق حالة أمنية جيدة في البلد، ثمن بناء علاقات طبيعية وصحية مع دول العالم، ثمن بعد بناء هذه العلاقات الصحية وجيدة مع دول العالم بناء الاقتصاد العراقي، ثمن خلق حالة استقرار في العراق، ثمن إعادة السيادة للعراق، ثمن أن يكون القرار العراقي في بغداد وبيد العراقيين، ثمن هذه الأثمان كلها سوف تؤثر إيجابيا على كل شخص في العراق، سواء كان منتميا إلى حزب أو مواطن عادي. أنا هاي كمواطن عراق أنا أريد هذه النتائج الإيجابية، أنا أطلبها، ولكن هنالك مقابل هذه النتائج الإيجابية هنالك شيء يقدم من الحكومة. هل وجدتم هذه القناعة؟ ما الذي يمكن أن تقدم الحكومة للمسلح الذي تقول له فقط أوقف قصفك وأوقف إطلاق نارك وسيتوقف، أم أنه يريد مقابل؟ لا، لأن هذا القصف، هذه الهجمات ليست هجمات تخص السياسة العراقية، وهذه القرارات خاطئة. يعني الهجمات على المنطقة الخضراء وعلى البعثات الدبلوماسية وعلى المواطنين العراقيين وعلى الوضع العراقي وعلى المطالب العراقية، هذه الهجمات صحيحة، هذه غير صحيحة. يعني ليست هناك ثمن مقابل هجمات. الهجمات يجب أن تقف لأن هي أسس غير صحيحة، ولكن إذا كانت هناك طروحات سياسية، مواقف سياسية من دولة معينة من دول معينة، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. هناك إطار ديمقراطي، البرلمان، هناك انتخابات، فهذه الفصائل والتي تعبر عن نفسها سياسيا أيضا تستطيع أن تعمل ضمن الإطار السياسي، ولا يمكن أن الفصائل تعمل في الساحة العسكرية خارج الدولة. المسألة أنه هذه الفصائل يجب أن تدخل ضمن إطار الدولة، وتحرك تكون أي تحرك يكون على أساس الدولة، والدولة تقرر، والدولة تسعى إلى الأمان والاستقرار ولا تسعى إلى خلق هذه المسائل. هذه المسائل تؤدي إلى ضرر، إلى ضرر اجتماعي، ضرر سياسي، ضرر أمني، ضرر اقتصادي، ضرر في العلاقات الدولية. فهذه الهجمات غير صحيحة. إذا كانت الحكومة غير راغبة بهذه الهجمات وتريد إيقافها، إيران رافضة لهذه الهجمات، دول العالم كلها رافضة لهذه الهجمات، إذن من يؤيد هذه الهجمات ويمول استمرارها؟ هل تعتقد أنها صراع سياسي داخلي لإسقاط الحكومة أو للتأثير عليها بشكل سلبي؟ أنا لا أعرف من يمول هذه الهجمات، لكن اللي أعرفه أن هذا الصراع إذا كان الهجمات وسيلة للصراع ضد الحكومة هي وسيلة خاطئة، لأن هناك وسائل أخرى. والوسيلة الأخرى أولاً الحكومة أعلنت أن هناك انتخابات مبكرة، وفي الساحة العراقية لحد الآن تم تبديل 6 أشخاص كرؤساء وزراء. إذن الساحة العراقية ما محصورة بعد لشخص واحد أو حزب واحد، ممكن تبديل الحكومة، تبديل الوزراء، تبديل رئيس الوزراء، تبديل رئيس الجمهورية، تبديل كل الوزراء. هذا ممكن، لأن لدينا أطر ديمقراطية ولدينا الدستور. فمن خلال الأطر السليمة ممكن تغيير الوزراء أو تأثير على فأنا أشوف أنه هذا هو الإطار الصحيح. يجب أن نعود إلى الإطار الصحيح اللي اتفقنا جميعا عليه، يعني الدستور، الأكثرية الساحقة من أبناء الشعب العراقي صوت له. إذا نلتزم بالدستور ونعود إلى الانتخابات. الوسائل الأخرى لدينا وسائل، لدينا وسائل إعلامية، لدينا برلمانية، لدينا مظاهرات، لدينا، يعني هناك مجتمع متفتح، فممكن التعبير عن النفس بكل الوسائل والوصول إلى الغاية السياسية، لكن ليس عن طريق العنف. عن طريق العنف لا يسمح، لا الدستور يسمح لنا ولا العرف السياسي في الوقت الحاضر
ولا الوضع الأمني يسمح لنا عن طريق العنف ما نوصل إلى النتيجة النهائية والنتيجة السياسية. أثير في الآونة الأخيرة لغط كبير حول دور الأمم المتحدة وممثلة الأمم المتحدة في العراق. طبعا هذا واضح أنه يعني لا نذيع سرا إذا قلنا أنه هذا اللغط أثير بعد لقائها بأحد قادة الحشد. هل تم هذا اللقاء بالتعاون معكم؟ ما هي طبيعة أنا اللقاءات؟ أنا لست متحدثا باسم الأمم المتحدة، لكن أتابع نشاطات الأمم المتحدة وجزء من عملي وجزء من عمل ممثلة الأمين العام أيضا أنه تتواصل معنا، فهي متواصلة مع الحكومة، مع السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الوزراء معي، فهي متواصلة معنا. هذا اللقاء شنو طبيعته؟ كانت تقود وساطة، حوار طبيعي، هل استفهمتم منها عن طبيعة هذا اللقاء؟ اللقاءات اللي تسويها هي جزء من عملها في الواقع. هي كانت لها لقاءات مكثفة مع المتظاهرين السنة الماضية، وهي ذهبت إلى ساحة التحرير، لكن حسب معلوماتي ولدي المعلومات كانت لديها لقاءات مكثفة مع قيادة القيادات اللي كانوا يقودون المظاهرات سواء في بغداد أو في الناصرية أو في أماكن أخرى. إذن جزء من عملها أن تلتقي بعلم الحكومة أم بغير علمها؟ جزء من عملها، لكن في نفس الوقت كانت تشرح لقاءاتها للحكومة، يعني هي جزء من عملها أنه تتواصل مع جميع الأطراف. هذا ما معناته أنه هي تأخذ موقف من جهة ضد جهة أخرى، لكن هاي جزء من عملها حتى تكون صورة واضحة عن المجتمع العراقي، عن السياسة العراقية، عن الوضع العراقي. ما تأخذ فقط من الحكومة أو من الأحزاب، تأخذ من كل الجهات. فحينما كانت لها لقاءات مكثفة مع قادة المظاهرات، فأيضا كان هناك انتقادات عليها، لكن هاي شغلها، هذا عملها. طيب، هنالك بعض الاعتراضات من بعض القوى السياسية على طبيعة أداء ممثلة الأمم المتحدة. على سبيل المثال، أصدرت قبل فترة بيان حول آلية اختيار مدراء المفوضيات، يعني يقولون أن ممثلة الأمم المتحدة في العراق تتدخل في مواضيع عراقية بحت، يعني فيها خصوصية عالية لا يحق لها التدخل. أنتم شخصتم مثل هذا بعض التدخل غير المرغوب به، لو مبالغة شوي من بعض القوى السياسية أو مواقف يريدون أن يعبروا عنها؟ أولا، وجود الأمم المتحدة إلى علاقة بالوضع الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة، يعني وجود ممثلية الأمم المتحدة أو ممثلية سكرتير عام للأمم المتحدة واليونامي إلى علاقة بالقرارات الدولية المتخذة، يعني مو مسألة أنه إحنا طلبنا أو ماذا، قرارات دولية موجودة. ووجود الأمم المتحدة يعني لصالح العراق بالواقع. هو ماكو اعتراض على وجودها، اعتراض على بعض خطواتها وأدائها وتصريحاتها. أنا مسألة عملهم هذا ضمن إطار عملهم، لكن أنا طبعاً في نقاش مستمر معها، وأيضاً رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، فلا يمكن مناقشة أعمال اللي تطرحها هي كلها على الإعلام، لكن إحنا لدينا نقاشات مستفيضة مع ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة، وإحنا مطلعين على نشاطاتها. وضمن الأطر اللي محددة إلها هي تتحرك، ولكن إذا أكو تفسير معين حول تحركها أو موقف معين، هذا طبعا نأخذها بالنظر والاعتبار ونتحدث معها، وهي هم أيضا تأخذ كل هذه ردود الفعل بالنظر والاعتبار وتحدد مسار عملها على ضوءها. طيب، خلنا شوي نعود إلى الوضع الداخلي، يعني عمل السفارة وآلياتها الخاصة. هنالك يعني ملف السفارات العراقية في الخارج يبدو ملف شائك. يعني أول سؤال يطرح، كيف يتم اختيار السفراء؟ هل هنالك سطوة حزبية على هذا الملف؟ هل هنالك فعلا عدد هائل من أقارب المسؤولين ينتشرون
في السفارات العراقية، ما هي طبيعة مؤهلاتهم التي جعلت هؤلاء الأبناء يكونون في تلك السفارات؟ أولا بالنسبة للسفراء، السفراء يتم محتمل ترشيحهم من الأحزاب أو من الآخرين، لكن بالنتيجة اختيار السفراء بيد البرلمان، يعني البرلمان يختار السفراء. صحيح. وفي الفترات الماضية يعني من 2005 خلينا نقول لحد الآن تم اختيار السفراء بترشيحات من الأحزاب السياسية، وهذه الترشيحات الأسماء كانت تذهب إلى البرلمان والبرلمان يصوت عليها مباشرة لو تمر بالوزارة، يعني الترشيحات بالتنسيق راح يصير التنسيق مع الوزارة. الآن في السنة السابقة وأثناء تولي الأخ محمد الحكيم الوزارة تم تقديم قائمة للمرشحين إلى البرلمان، والقائمة كانت مقسمة إلى قسمين. قائمة تتعلق بالدبلوماسيين المسلكيين خلينا نقول من داخل السفارة، تمام، قسم من عندهم يعني مؤهلين واصلين إلى درجة أنهم مؤهلين لكي يكونوا سفراء. والقائمة الثانية تم اختيار الأسماء من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية تطرح على البرلمان. طبعا الأحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان بالنتيجة معناته نرجع إلى البرلمان، لكن القسمين الأسماء راح تروح إلى البرلمان. فإذا البرلمان ما يوافق على الأسماء ما يمكن، هذا واحد. ثانيا أنا كوزير الخارجية ومن جيت هناك أزمة، لأن أكثرية السفراء اللي كانوا موجودين تم تحويلهم على التقاعد. وأعتقد السنة القادمة راح يكون لي محتمل 33 سفير، والسنوات القادمة إذا لم يتم اختيار سفراء جدد وتعيين سفراء جدد راح يكون عدد السفراء قليلين جدا. إذا عندنا مشكلة بمسألة السفراء ويجب حلها، وحلها راح يكون باتفاق الأحزاب. سبب المشكلة شنو؟ هو أنه يجب يكون اتفاق بين الأحزاب، وبالنتيجة الكتل البرلمانية من يوصلون إلى اتفاق ممكن اختيار الأسماء. وأنا أحاول في الفترة القادمة يتحدثون يعني بالتكنقراط ويتحدثون بإتاحة الفرصة للاختصاص، لماذا لا يتيح الفرصة لوزير الخارجية يختار سفراء من المسلكيين باعتبار عندنا أزمة مالية، باعتبار عندنا مشاكل كثير من أنا الأشياء. أنا تحدثت قلت نص القائمة مسلكيين والنص الآخر سياسيين. أنا ما مفهوم التكنقراط يعني مفهوم واسع زي. يعني هناك التكنقراط ضمن الأحزاب السياسية، يعني مو مسألة أنه إذا كان عضوا في حزب معين لا يصلح أن يكون سفيرا. فهناك معيار وشروط تتعلق بشخصية السفير، وبالإضافة إلى هذا أنه لجنة العلاقات الخارجية مطبقة في البرلمان في السابق مطبقة أنا هاي المعايير. يعني السفراء اللي رشحتهم هاي الأحزاب هسه اللي مسلكي واضح يمر بهذه الفلترة، لكن اللي رشحتهم الأحزاب هل مروا هل يمتلكون مؤهلات السفراء، يمتلكون لغة أخرى، يمتلكون ثقافة، يمتلكون كياسة تتيح لهم التعامل مع سواء في السياسة ويمثل الدولة في تلك البلدان، سواء في السياسة أو في الحياة ما يستعمل العموميات. هل يمتلكون أنا أقول نعم هذا جاء، لكن إذا كان هناك حالة معينة موقع معين لا يمتلك هذه المواصفات هذه لكل قاعدة شواذ. زين. أيضا ملف البعثات الدبلوماسية والسفارات هل هي مفتوحة وفق استراتيجية الوزارة أم أنها فتحت حتى نثبت للعالم أن لدينا علاقات واسعة مع دول العالم؟ هو في البداية لأن العراق كانت معزولة في زمن النظام السابق أعتقد السياسة كانت أنه نوصل إلى كل بقعة من بقاع العالم، يعني هاي كانت السياسة. لكن أنا سأدرس الواقع وعلى ضوء الواقع سواء واقع سياسي الدبلوماسي وأيضا واقع المالي
راح نعيد النظر في هذه المسائل، وبالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان راح ندرس هذا الوضع لتشخيص المشاكل والتركيز على المواقع المهمة بالنسبة للعراق والدول المهمة. هذا لا يعني أن الدول الأخرى غير مهمة بالنسبة للعراق، لكن المصالح أحيانا تكون قوية مع دولة معينة ومع دولة أخرى ليس لدينا يعني لا مصالح اقتصادية ولا جالية عراقية ولا، فإذا لازم نتخذ بعض الإجراءات. نحن في صدد دراسة كل البعثات الموجودة في العالم لمحاولة تقليل البعثات وتركيز على دول معينة، وطبعا نأخذ الوضع المالي اللي عندنا في العراق بنظر الاعتبار. يعني من وجهة نظرك كوزير خارجية، هل قوة البلد من عدد سفاراته المفتوحة في دول العالم أم بالعكس عدد السفارات المفتوحة في داخله؟ وهل نحتاج إلى فتح سفارات في دول مثل سان مارينو اللي قبل أيام انتشرت؟ يعني فتحنا بعثة، لدينا بعثة في سان مارينو. لا، هاي ضمن إطار إيطاليا. أنا أريد أوضح هذه المسألة لو سمحت. إحنا لدينا سفراء قليلين وبعثات قليلة يعني في بعض الأماكن، فلهذا يقوم السفير أو السفيرة بمقام أنه يشرف على بعثة أخرى، لكن الإشراف يكون في زيارة هاي الدولة، الدولة المدينة. جنابك تذكر الاسم دولة المدينة، أنا أسميه على طول. كان في الواقع السفير في روما تشرف على طول التاريخ. عندنا منظمة الفاو في روما، كان عندنا سابقا سفير في منظمة الفاو، هسه السفير في روما يقوم مقام العمل في يعني إضافة عمل إضافي إلى، مو إضافة امتيازات. هذا مو إضافة امتيازات. وحتى في حالة تقليل البعثات في مثلا في بعض الدول الأفريقية، نحن نفكر أنه يكون سفير في دولة معينة يشرف على ثلاث أو مجموعة سفارات في الدول المعينة. يعني مو فتح سفارات وبعثات في هاي، هو إضافة يعني عمل، إضافة عمل إلى يعني عمل هاي سان مارينو مجرد إشراف عليها، مجرد يروح عمل يزورها أو يطلع في حالات معينة في عيد الوطني أو في عيد اللقاءات أو في يعني ما عندنا هناك بناية وبعثة وسفارة. إضافة عمل إلى عمل السفير. هذا مو صحيح أنه يكون للسفيرة امتيازات. احنا نتحدث عن روما الان، او للسفير الفلاني يكون امتيازات اخرى. هسه عندنا مجموعه من السفراء هم سفراء غير مقيمين في دول اخرى ايضا، لان ما عندنا سفير هناك، فالسفير الفلاني يشرف على عمل المصالح العراقيه في الدوله الاخرى. اكو تاثير المشاكل التي تحصل في بعض الاحيان بين المركز والاقليم على عملك وادائك؟ يشارك بالإحراج هذا الإشكالية؟ هو الإحراج لا، الحمد لله التواصل موجود بين المركز والإقليم، ولكن هناك فهم خاطئ لدى بعض الناس. هناك نوع من سواء فكر العنصري أو الفكر الانحزاري، يعني من الطرفين. يعني فكر عنصري أنه ما طول الوزير خارجية كردي معناته يتصرف كردياً. وزير الخارجية أولاً أخذ القسم، يؤمن بالدستور، يعمل كوزير خارجية العراق. لكن هذا الاتهام على طول من بعض الأشخاص، من بعض الأطراف، أنه لأن هو خلف عدة هوية كردية. زين، إحنا كلنا عندنا هويات أخرى، يعني بالنتيجة المواطن العراقي عنده هوية وطنية وهي الهوية العراقية، لكن ضمن الهوية الوطنية أكو هويات أخرى. صحيح. فمحاسبة الشخص على أساس أنه هويته مو على أساس عمله هذا خطأ. هذا مرات يحرج إحراج إلي، لأن من موقع الوزير ما أقدر أتحاجج أو أناقش معهم. لكن هذا الفكر العنصري خطر، أنه تقييم الآخر على أساس دينه، على أساس قوميته، على أساس تقييم الآخر يجب أن يكون على أساس عمله. هذا يأذيني، لأن فكر العنصري يأذيني أنا في أي مجتمع كان. أشعر أن هناك فكر عنصري وهذا خطر. لكن العلاقة بين الأقليم
بغداد والعلاقة بين الأحزاب، يعني الوضع الداخلي راح تأثر على العلاقات الخارجية. كل ما كان هناك حالة استقرار بين الأحزاب السياسية، كل ما كان هناك حالة استقرار بين الأقليم وبغداد، هذا يؤدي إلى قوة، وهذه القوة إنسان يقدر يستعملها في العلاقات الخارجية. العلاقات الخارجية بالنتيجة في المجتمع المتفتح وخاصة في المجتمعات الديمقراطية العريقة تعبر عن الوضع الداخلي. يعني محتمل 85% 90% من السياسة الخارجية تعبير عن السياسة الداخلية. تمام. فكل ما كان هناك علاقات جيدة بين الأقليم وبغداد وعلاقات جيدة بين الأحزاب العراقية، طبعا الوضع الخارجي راح يتقوى. زين. مثل الاقتصاد، أيه. مثل العملة العراقية، كل ما كان الاقتصاد العراقي قوي العملة العراقية تكون قوية في الخارج. كل ما تكون العملة السياسية الداخلية قوية والعلاقات بين المكونات في الداخل العراقي قوية، راح تكون عملة السياسة الخارجية قوية. زين. يعني هسه احنا وضعنا مع الدول المحيطة بينا شلون، جيدة غير جيدة؟ مثلا هسه تحدثنا عن إيران، لابد أن نتحدث عن السعودية، عندنا علاقتنا شلونها، عندنا زيارات مقبلة إلها، تم إلغاء الزيارات يعني المرتقبة، شنو صار؟ العلاقات جيدة مع دول الجيران، لكن مو معناته ما عندنا مشاكل. لدينا مشاكل، والمشاكل مو وريثة اليوم. يعني بعض المشاكل وريثة العقود الأخيرة. لكن مع هذا مثل ما تحدثت، أولا سياستنا هي سياسة متوازنة، نعتمد على التوازن في العلاقات، يعني ما نختار دولة ضد دولة أخرى. عندنا ثوابت، الجغرافيا، التاريخ، المصالح الاقتصادية، لكن أيضا كل ما الدولة الفلانية تتفاعل أكثر معنا، هذا ثوابت الأساسية موجودة، هذا في ضمن المتحركات، معناته التفاعل تزداد مع الدولة الفلانية. مع دول الجيران عندنا علاقات طبيعية، ونحاول أنه تطوير هذه العلاقات. مع السعودية، السيد وزير الخارجية السعودي جاء إلى بغداد وكان زيارة ناجحة، وكان قبل أيام أيضا لدي اتصال تلفوني مطول مع وزير الخارجية السعودي، وراح يكون علاقات مكثفة أخرى بيننا وبين السعودية. و الزيارة لا زالت على جدول الأعمال، ومحتمل أنه نتعامل من زيارة بطريقة أخرى. بالنسبة لتركيا لدينا مشاكل، لكن لدينا حوار، وهناك دعوة لسيد رئيس الوزراء لزيارة تركيا، ونحن على تواصل مع الإخوة الأتراك لتهيئة لهذه الزيارة. مع إيران طبعا العلاقات واضحة. مع الجانب الأردني لدينا علاقات جيدة جدا، ولدينا هذا اللقاء الثلاثي بين الأردن والقمة الثلاثية والتي انعقدت في الأردن، والأسبوع القادم لدي زيارة إلى القاهرة للتواصل، وأيضا لدينا اجتماع في القاهرة مع وزراء خارجية مصر والأردن. إذن مع والكويت لدينا علاقات جيدة. إذن مع جميع دول الجيران علاقاتنا طبيعية ونطورها. هناك مشاكل، عن طريق الحوار نحاول حل هذه المشاكل. طيب، سؤال أخير معالي الوزير، أوصوني عليه مجموعة من الأخوان يعني في طريقي، هم قضيتين، قضية العقود في داخل وزارة الخارجية ومسألة تعيينهم، وثانيا مسألة خريجي العلوم السياسية الذين يفترشون الأرض منذ فترة طويلة لغرض أيضا التعيين في الوزارة. ما هي وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟ والله يا أخو، حبذا لو نعين كل الشباب، حبذا لو نقدر نعين كل، تدري خلق فرص العمل هذا من واجب الحكومة، لكن الوضع المالي معروف. أولا هناك سياقات قانونية وإدارية. وزارة المالية أوقفت التعيينات، هذا واقع، يعني أوقفت التعيينات لكل الوزارات، ووزارة المالية لحد الآن لم تقدم الموازنة، يعني بدون موازنة وبدون فتح التعيينات لا يمكن التعيين. هذا واقع يجب أن نفهمه، يعني مو مسألة وزارة الخارجية تقرر.
هذا له علاقة بالسياسة المالية والاقتصادية للدولة. إذا السياسة المالية والاقتصادية تقول أنه إيقاف التعيينات يعني إيقاف التعيينات في كل الدوائر. بالنسبة للعقود أنا في صدد دراسة العقود الموجودة في الوزارة. ظهر هناك بعض الأشخاص يشتغلون في الوزارة لسبع سنوات أو ست سنوات أو عشر سنوات، فأدرس هذه الحالات لماذا لم يتم تعيينهم لحد الآن، وإذا تم تعيينهم في ضمن حركة الملاك نشوف شون. يعني يجب أن أتبع السياقات القانونية والإدارية، لكن مسألة خريجي العلوم السياسية أنا عندي احترام لهم ومن حقهم، شباب يحتاجون إلى أنه نخلق لهم فرص العمل، لكن هذا هو الواقع المالي والسياقات القانونية والإدارية. من ينفتح التعيينات أنه واحد يقدر أنه يبدي بالعمل وبحسب الملاكات اللي تعطى للخارجية. يعني إحنا ما نقدر نخلق، يجب أن يكون هناك غطاء مالي. طيب. فمن يكون هناك غطاء مالي، وغطاء مالي عدة أسس سواء قانون الموازنة أو وضع المالي، يكون هناك انفتاح للتعيينات. معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، جزيل الشكر والتقدير لإجاباتك والوقت الذي أعطيتنا إياه. شكرا جزيلا. هلا بكم. وشكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام، نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.